وللمزيد حول مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين، ينضم إلينا من يدله الزميل علاء رشوان موفد التلفزيون المصري. علاء، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك من خلال مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة. نعم، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل في فعاليات القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة على هامش اجتماعات الجلسات اليوم الأول لقمة مجموعة دول العشرين. في هذه القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة رحب السيد الرئيس بقرار دول أعضاء مجموعة العشرين بانضمام الاتحاد الأفريقي ليصبح عضوا كاملا في هذه المجموعة الهامة، وقال إنها خطوة جيدة على طريق بناء شراكة جديدة بين الجانبين، يتبادل خلالها الجانبان المصالح المتبادلة والمشتركة. في هذه القمة أيضا ألقى السيد الرئيس كلمة هامة دارت حول الأوضاع الراهنة عالميا وتأثيراتها السلبية على قضية الأمن الغذائي، وأكد السيد الرئيس على ضرورة وضع رؤية مشتركة تسعى إلى صياغة حوكمة منظومة الأمن الغذائية عالميا وضمان يعني إمدادات الغذاء في كل الدول التي تأثرت بهذه الأوضاع الراهنة سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي، خاصة دول الجنوب والدول النامية. وأكد السيد الرئيس أن هذه التأثيرات السلبية سوف يعني تقاومها هذه الشراكة الجديدة بين الجانبين، الاتحاد الإفريقي من جانب وبين مجموعة دول العشرين. أيضا نشاط مكثف كما ورد في الأخبار السابقة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء فيما يتعلق بعدد من اللقاءات سواء الجانبية على هامش الاجتماعات أو اللقاءات الثنائية التي جمعت سيادته بعدد من رؤساء الدول وقادة الحكومات المشاركين في هذه القمة وهذه الاجتماعات الهامة، سواء ما يتعلق بلقاءات سيادته مع رئيسة أو مفوضة الاتحاد، المفوضة الأوروبية للاتحاد الأوروبي، أو رئيس المنظمة العالمية للصحة، أو الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، أو رئيس الوزراء الياباني، والرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا. كل هذه اللقاءات سعت لتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر من جانب وبين هذه الأطراف من جانب آخر على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي، وأيضا تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر وبين هذه الأطراف فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتأثيرات هذه الأوضاع على الحالة الاقتصادية العالمية بشكل عام والأوضاع الاقتصادية في الدول النامية ودول القارة الإفريقية بشكل خاص. السيد الرئيس في خلال نشاطاته سواء لقاءاته الثنائية أو مشاركة سيادته في الجلسة الافتتاحية أو القمة الأوروبية الإفريقية يتحدث انطلاقا من رئاسة مصر ل الدورة الحالية من دورات الشراكة أو دورات اللجنة التوجيهية لرؤساء وقادة الحكومات الإفريقية للتنمية المعروفة بالنباد، أو من خلال ترأس سيادته للدورة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة متعدد الأطراف للمناخ كوب 27، قضيتان تلقيان اهتماما بالغا من هذه المجموعة، مجموعة الدول العشرين، سواء ما يتعلق بعمليات التنمية المستدامة وتصحيح مسار الاقتصاد العالمي، أو فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي باتت تهدد مسار الاقتصاد سواء العالمي أو الاقتصاد القاري الإفريقي. السيد الرئيس خلال هذه المشاركات وهذا النشاط السياسي المكثف كان يتحدث باسم القارة الإفريقية ودول الجنوب والدول النامية بشكل عام، وطرح سيادته خلال كل هذه النشاطات وجهة نظر دول الجنوب والدول الإفريقية بضرورة بناء شراكة اقتصادية جديدة ترسم خطوط واضحة لملامح التعاون الاقتصادي بين الجانبين خلال المرحلة القادمة، تقوم على تبادل المنافع المشتركة والمصالح المشتركة، وفي القلب منها عدد كبير من القضايا الفرعية مثل الإصلاح المالي والمؤسسي لمؤسسات التمويل والمؤسسات المانحة الدولية التي اقتصرت المساعدات المالية التمويلية على أدوار أو أهداف محدودة حتى أنها فقدت جدواها التنموية بالنظر إلى
الاشتراطات الواسعة وتعاظم هذه الاشتراطات لمنح هذه المنح التمويلية التنموية. وتحدث أيضا السيد الرئيس عن عدد آخر من القضايا المرتبطة بالبيئة والتغيرات المناخية، وأكد رؤية مصر حيال هذه القضية تحديدا عندما أكد وأعاد التأكيد سيادته على ضرورة إنشاء صندوق الأضرار والخسائر وتقديم كل المساعدات الفنية اللازمة لدول الجنوب ودول القارة الإفريقية التي لم تتسبب في التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وإنما كانت هي الأطراف التي تحملت أكبر وأعظم الأضرار نتيجة لهذه التغيرات المناخية. وأكد السيد الرئيس أن هناك فرص واسعة لتفعيل شراكة مناخية، أي شراكة تعتمد على تبادل الخبرات ما بين الجانبين، خاصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة. هذه الاجتماعات ونشاط السيد الرئيس في النهاية يعكس النقاط الإيجابية الذي يخرج بها الجانب الإفريقي وجانب الدول النامية. تحديدا ربما أعظم وأهم هذه الفوائد هو قرار مجموعة العشرين بانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، وما يحمله من مزايا وفرص واعدة لمزيد من إقرار العمليات التنمية المستدامة في الجانب الإفريقي أو جانب الدول النامية، أو فيما يتعلق بوضع أولويات كما أكد السيد الرئيس على هذه النقطة تحديدا، وضع أولويات القارة الإفريقية على رأس أجندة الأولويات الدولية والعالمية، وطرح القضايا والمشكلات والمعوقات التي تواجه عمليات التنمية المستدامة في القارة السمراء أمام كل الشركاء الدوليين في أولهم وفي مقدمتهم مجموعة العشرين. كما هو معروف مجموعة العشرين تستحوذ على أكثر من 85% من ناتج الاقتصاد العالمي، تستحوذ أيضا على أكثر من 80% من حركة التجارة العالمية، ما يعني أن هناك مزايا وفرص متبادلة مشتركة ومصالح لكلا الجانبين قد تحملها ربما الفترة القريبة المقبلة. وهو ما كشف عنه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عندما أكد أنه تم الاتفاق وتم وضع لمسات النهائية على إعلان نيو دلهي لقمة أو لختام قمة العشرين، الذي يقر الرؤية الجديدة والشراكة الاقتصادية الجديدة بين الاتحاد الإفريقي ودول الجنوب بشكل عام وبين دول مجموعة العشرين. نعم أشكرك شكرا جزيلا من نيو دلهي الزميل علاء رشوان موفد التلفزيون المصري، أشكرك على هذه التغطية الوافية.